مرحبا، أنا اسمي الدكتور أحمد هشام الخطيب، أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق. بحاب اليوم أحكي لكم عن حساسية الأنف. حساسية الأنف من الأمراض الكثير شائعة في مجتمعاتنا وعم بتزيد من سنة لسنة. بآخر الدراسات أظهرت أنه الحساسية مش بس عم بتزيد، عم بتأثر على المجتمع. تتراوح نسبة الحساسية في المجتمع من 10-30%، وفي بعض الدراسات أظهرت حتى نسب أعلى من هيك في أمريكا ودول متقدمة. عملوا دراسات تأثير حساسية الأنف على الوضع، لنحكي على الاقتصاد والمنظومة الصحية، وجدوا أنه 2.5% من زيارات العيادات هي بالأغلب بتكون لحساسية الأنف والأمراض المتعلقة فيها. ولاحظوا هناك كمان أنه في 2 مليون يوم تغيب عن المدرسة سنوياً، وتقريباً 6 مليون تغيب عن العمل، و 28 مليون يوم بيأثر على طبيعة العمل وأداء الموظفين. بآخر الدراسات برضو، أو عملوا دراسة بين 2000 و 2005، وجدوا أنه الضعف المصروف الطبي على الأدوية المصروفة لأدوية الحساسية من 6 بليون دولار ل 11.2 بليون دولار بين 2000 و 2005. فالمرض هذا عم بيزيد. احنا اليوم رح نحكي كيف ممكن نعالجه، كيف نعرف انه في الواحد عنده حساسية، وكيف نتجنب مضاعفاته. من العلامات اللي بنستدل عليها لمرضى التحسس الأنفي، في عدة علامات ممكن نشوفها احنا الدكاترة. واحدة منهم ايش اسمها، الالرجيك شاينرز، اللي هي عبارة عن لمعة بمادة رصاصية تحت العينين نتيجة التورم الشرايين. برضو احيانا ممكن تكون مصحوبة مع تجاعيد بنسميها داني مورغان لاينز، تجاعيد في الجفن السفلي نتيجة برضو الاحتقان المزمن. من الأشياء الأخرى كمان، الأنف نفسه بيكون فيه تغير، أحيانا بيكون فيه خط على الأنف نتيجة الحكة المستمرة، وهي بنسميها اللي هي allergic salute أو تحية المتحسسين. وممكن تؤدي الانسداد المزمن للأنف، والعلامات الحساسية تؤدي إلى تغيرات في شكل الوجه وحتى سقف الحلق ومشاكل في الأسنان. العوامل المؤثرة والمساعدة في حدوث تحسس الأنف: تاريخ عائلي بالتحسس، المرضى الذكور أكثر عرضة من الإناث، الولادة أثناء موسم اللقاح، المولود الأول، الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية، وتدخين الأم في خلال السنة الأولى من الحمل، والتعرض للعث المنزلي. هناك نوعان من التحسس: التحسس الموسمي والتحسس الدائم. التحسس الموسمي مرتبط أكثر بالأشجار والأعشاب والحشائش، بينما التحسس الدائم اللي بيأثر على طول السنة مرتبط أكثر بالعث المنزلي والغبار والصراصير وبر الحيوانات وجراثيم العفن. بدي أحكي لكم عن أعراض حساسية الأنف. بداية عطاس، إفرازات من الأنف بالعادة بتكون شفافة، إفرازات ممكن خلفية ترجع خلف الأنف تنزل على الحلق، ممكن تسبب كحة كمان، حكة في العيون والأنف وسقف الحلق، أو أحياناً سيلان من العيون، احتقان في الأنف. في الحالات برضو الشديدة بتعمل تعب عام وانزعاج، بكون الشخص مش مرتاح خلال اليوم. من الفحوصات اللي بنلجأ إلها عشان نقيم مريض الحساسية، عدا عن أخذ السيرة المرضية المناسبة وطبعاً فحص المريض وعمل تنظير للأنف وأخذ العلامات والاستدلال إلى العلامات التي تدل على وجود حساسية الأنف، ممكن نلجأ للفحوصات المخبرية سواء بالدم، أو ممكن فحوصات الجلد، أو ممكن أحياناً فحوصات الشعاعية إذا الحساسية أدت إلى التهابات الجيوب الأنفية. تحسس الأنف من المشاكل كثير شائعة في مجتمعاتنا، وهي في تزايد من سنة لسنة، وللأسف حتى المريض نفسه لما يكون عنده حساسية من نوع واحد بعد سنوات بصير عنده تحسس من أكثر من نوع. فعشان هيك علاج الحساسية بالبداية كثير أساسي، تجنبه هو أساس العلاج، ولكن في معظم الأحيان للأسف ما بيكون عملي. عشان هيك لازم نلجأ للالتزام بالعلاجات واستخدام البخاخات الأنف، مضادات الهستامين عند الحاجة، والغسول الأنفي الاستمرار عليه. ودمتم سالمين.